سنأتي إليها بالتفصيل، ولكن ذكرت عنصرا هاما جدا، المتأرجحين أو المترددين. هل برأيك الرئيس التركي اليوم وحزب العدالة والتنمية قادران على حسم هؤلاء أو حسم نسبة كبيرة أو الغالبية العظمى من هؤلاء بمجرد هذا التجمع الكبير بالأمس الذي أعطى هذه الرسائل، أم أن هناك عوامل أخرى ستحسم هذه المعركة؟ أنا كتبت مقال قبل شهرين ونصف تقريبا، يعني بعنوان هل حسم أردوغان الانتخابات التركية قبل أن تبدأ؟ نعم. هذا أكثر من شهرين ونصف قبل فترة قبل حصول الزلزال المؤلم الذي أحدث دمارا. استشرفت فيه الفوز؟ طبعا كان واضحا أن إذا سمحت لي أنا أعود الأسباب إلى سنتين، يعني قبل سنتين كان هناك قبل سنتين تقريبا كان العدالة والتنمية يعاني من نوع من التراجع، وكانت المعارضة تحصد أو تعيش فترة من الصعود. تمام. هذا الذي دفع كلوشدار أوغلو أن يتمسك بأن يترشح لأول مرة، كلوشدار أوغلو يترشح أو المعارضة شعرت بأنها هذه المرة ممكن أن تفوز، حتى هذا الشعور وصل لحد الغرور ووصلوا وكأنهم فازوا، بدأوا هناك نوع من الغطرسة ونوع من التكبر ونوع من يعني الوعيد بأننا سنحاسب. هذا قبل سنتين. منذ أكثر من سنة، من تقريبا من الصيف الماضي، بدأ رجب طيب أردوغان بترميم الأخطاء التي حصلت، وبدأ بالإنجازات وبالأفعال أو التي تلبي مطالب الجماهير، وكانت أولها رفع الأجور الحد الأدنى للأجور لمرتين كما نذكر السنة الماضية. نعم. بدأ العدالة والتنمية بالصعود وبدأت المعارضة بالتراجع، وهذا أمر ليس بالسهل. حتى يعني أنا ذكرت مثال حتى بالفرق الرياضية، أحيانا عندما الفريق يبدأ بالتراجع ليس من السهل إعادة يعني لملمة الفريق وإعادة النجاح. فأكمل هذا الانهيار عند المعارضة هو ما حصل بالطاولة السداسية التي أصبحت ربما سباعية أو التاسعة أو 11. الزلزال أحدث نوع من ربما الهزة أو ربما التراجع، الضربة بسيطة لأصوات حزب العدالة والتنمية في بداية الزلزال. بدأ يعني حصل نوع من التراجع البسيط. نعم. الجيد أن المعارضة حتى في هذه الأزمة لم تستطع أن تستفيد وترفع أصواتها، حتى في هذه المشكلة التي عادة الحزب الحاكم يتأثر بها سلبيا لأنه هو الدولة، هو المسؤول عن أي إخفاق، هو المسؤول عن أي تقصير، عن أي إخفاق. المعارضة لم تزدد أصوات المعارضة، بينما العدالة والتنمية وبوعود جبارة. اليوم رجب طيب أردوغان عندما وعد بأنه سيعيد البناء خلال عام واحد سيسلم البيوت، كان هذا بمثابة إعادة الثقة للشعب، وبدأت أصوات العدالة والتنمية ترتفع. اليوم الحشد الجماهير هذا يعني كما قلت له رسائل مهمة، هو لا يؤكد نجاح، يعني لا يؤكد يعني ترجيح كفة على كفة، يعني هو مهم جدا بالنسبة للمترددين بالنسبة للجماهير، لكن أيضا لها مدلولة كبيرة. يعني اليوم الذهاب للانتخابات كل الناس تذهب إلى الانتخابات، لكن أن يذهب إنسان إلى هذا الحشد الجماهيري لمدة 3-7 ساعات ويصبر ويعرف أنه ربما لن يستطيع أن يصل إلى الميدان، هذا دليل على الانتماء ودليل على أن هذا الناخب سيذهب إلى صندوق الاقتراع وسيدلي بصوته لهذا الرجل الذي جاء وتحمل المسافات الطويلة من أجل حضور وسماع خطاب الرئيس، لذلك له مدلولة كبيرة. أظن أن يعني الاستطاعات الأخيرة كانت تقول أن هناك يعني تقارب بين الأصوات، وربما لن يتم حسم يعني الفوز من الجولة الأولى. تقييمي الشخصي أن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد هذا يعني الحفل الجماهيري ونتيجة الوعود يعني والإنجازات، نتيجة الأفعال والإنجازات، هو كما يقول نحن لا يعني نعد إلا بشيء نحققه. نعم. ننجزه. الإنجازات والأفعال ليس وليس الأقوال هو أكبر يعني ورقة رابحة للرئيس رجب طيب أردوغان.
انا اتوقع ان يعني يكون الحسم من الجوله الاولى لصالح رجب طيب اردوغان، لان طيب. نقطه عصرية تفضل. اليوم اذا سالت اي ناخب لماذا تنتخب الرئيس رجب طيب اردوغان يعدد لك عشرات الانجازات. اما اذا سالت لماذا ستنتخب كليتشدار اوغلو لا يستطيع ان يقول انجاز واحد لا لكليتشدار اوغلو ولا لامام اوغلو الذي اليوم لم يستطع ان ينجز اي انجاز في بلديه اسطنبول وهو يعني دائما خارج بلديه اسطنبول، وهذا برايي انها نقطه مهمه جدا جدا. فوز العداله والتنميه بهذه الانتخابات هو اعلان مبكر لفوز العداله والتنميه ببلديه اسطنبول في العام القادم ان شاء الله. هذه نقطة استباقية سنأتي إليها أيضا بالتفصيل دكتور مصطفى.